تحت رعاية معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وبدعم من مجموعة جي اف اتش المالية، تم تدشين النموذج التركيبي لقطعة المرتهشة في منطقة باب البحرين في العاصمة المنامة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة 2017 وتحت شعار آثارنا انحكت. تفاصيل أكثر مع الزميلة إيمان شرف. أشكال وأحجام بان وهجها وبريقها في صورة استطاعت أن تطبع في ذهن كل مار ومتريث لرؤية مشغولات الذهب البحريني ونقوشه المميزة. فاحتفالا بالذهب البحريني الأصيل وتخليدا لتلك النقوش وخاصة القديمة منها، جاء تدشين نموذج المرتهشة، وهي إحدى أشكال القلائد النسائية المشهورة في مملكة البحرين، وذلك تعزيزا للحرفية البحرينية التي اتصف بها الصائغ البحريني وكونت سمعة فريدة لطالما اشتهر بها. هذا العام شعار الثقافة آثارنا انحكت، في كل موقع البحرين هناك حكاية. اليوم في باب البحرين نحاول أن نتكلم عن الصاقة في البحرين، صياقة الذهب مميزة في البحرين، وأعتقد نموذج المرتهشة سيجذب الكثير من المهتمين بهذا النوع من الصياقة لزيارة الأماكن المختصة والتسويق لمنتج محلي مهم. دائما نتكلم عن الاستدامة، دائما نتكلم عن الترويج لمواقعنا، في كل موقع هناك حكاية، ربما اليوم يروي الآخرون قصة الصاقة في البحرين. إن تدشين نموذج المرتهشة هو عمل فني استغرق تنفيذ القطع الذهبية به أكثر من 4 أشهر، وتم تركيبها يدويا، حيث يتكون العمل من أكثر من 250 ألف قطعة ذهبية و25 ألف حبة لؤلؤ تم معالجتها لتتماشى مع المناخ الحراري في المنطقة. في هذه المناسبة لابد أن أقول أو أجدد الشكر للداعمين الذين دعموا قطاع الثقافة في كل مناسبة. اليوم بيت التمويل الخليجي الأستاذ هشام الرئيس هو من دعم هذا المشروع، ربما أخذ وقتا لكي يكتمل، كما ترين هناك عدد من خيوط الذهب احتاجت وقت لصياغتها وتركيبها وإبرازها، وفي فعاليات ربيع الثقافة تأتي هذه المناسبة ونرى الجمهور سعيد بهذه الفعاليات التي تحيي كل موقع في هذه الجزيرة الجميلة. احنا طبعا يهمنا كمجموعة مالية ندعم هالنوع من البرامج اللي تروج البحرين وتجذب إليها المستثمرين، مما ينعكس على القطاع السياحي والقطاع الاستثماري أيضا، وإن شاء الله يكون لنا في الفترة القادمة تواجد أكبر ومشاريع أكثر. يشار إلى تدشين نموذج المرتهشة بمنطقة باب البحرين في العاصمة المنامة لارتباطها بتاريخ صناعة وتجارة الذهب في البحرين، وتأكيدا على دور الثقافة في ترسيخ مفهوم السياحة لما يستقبله باب البحرين من زائرين وسياح، وبهذا النموذج سيضيف إلى المكان جمالا وعراقة ورونقا تراثيا. ربيع الثقافة وتحت شعار آثارنا انحكت، يأتي تدشين نموذج المرتهشة التي كانت ولا تزال رمزا للتراث والأصالة. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.